فنان حقق نجاح عادل إمام في الدراما والسينما، محمد رمضان ولا أحمد السقا؟ محمد رمضان. محمد رمضان. محمد رمضان. مش انتي بتقولي حققها في السينما وفي التلفزيون نفس بنفس النجاح؟ رمضان. زعيم عادل امام تاريخه كبير جدا. انتي ممكن طبعًا. تكوني بقارني بقى بنفس المرحله لا السنيه. انا مش بقارن، انتي اللي بتقولي على فكره. نفس المرحله السنيه اللي كان فيها مثلا عادل امام ساعتها لما كان صغير. عادل امام ما كانش صغير، ما خدش فرصته زي محمد رمضان. محمد رمضان خد فرصته، بس انتي بتقولي لي عادل امام وهو صغير ما خدش نفس فرصه محمد رمضان. لا تعب اكتر طبعا. خد ادوار صغيره كتير. بس انتي بتقولي حد ناجح. عارفه النجاح سهل، الاستمرار في النجاح هو اللي صعب. صح. ان انتي تفضلي في التوب او في القمه ده بياخد مجهود كبير جدا. الاستمراريه اصعب من النجاح. تفتكري محمد رمضان هيعرف يعمل ده؟ هيعرف يقعد 50 سنه او اكتر على القمه؟ مين اللي قعد 50 سنه؟ عادل امام. 50 سنه؟ اقل بيتهيألي. اقل قد ايه؟ لا انا انت لخبطتيني دلوقتي. انت قلتي لي السؤال اللي انا فهمته، مين اكتر واحد في عمل نجاح؟ يا مدرسه المشاغبين بقى لها كام سنه؟ انا مش بقارن بين محمد رمضان وعادل امام. انا ما بقارنش على فكره خالص، انا بقول لك النجاح. ما ده اللي انا فهمته. النجاح في السينما وفي الدراما كنجوميه، كحجم نجوميه بالظبط وحجم جماهيريه كبيره. قلت لك محمد رمضان ولا احمد السقا، قلت لي محمد رمضان. قلت لك محمد رمضان هيقدر موجود 50 سنه على القمه زي ما عادل امام قدر يعمل من ايام مدرسه المشاغبين؟ ما اعرفش يعني، لو فضل محافظ على نجاحه وعلى نجوميته. بيعجبك محمد رمضان؟ ساعات طبعا بيعجبك. بيعجبك تمثيله؟ طبعا. قدراته التمثيليه؟ طبعا. وبيرقص وبيعمل شو وبيعمل راب. يعني عامل زي بتوع بوليوود، خدي بالك. طبعا. انا عاجبني فيه كده. ان انا مش بمثل بيقدر بس، بيقدر يعمل حاجات كتير يعني، مش ممثل ولايف كمان. لايف مفيش ستوب. طب يطلع على المسرح يعمل شو ويرقص ويغني مش سهل. اي حد بيعرف يعمل كده. ميكي اللي عمل كده قبله. ها ميكي اللي عمل راب ورقص احمد ميكي مش برضه مدرسه لوحده طبعا. لا احمد لا احمد ميكي برضه في منطقه لوحده. مين بالنسبه لك من وجهه نظرك ممثل اشطر، احمد السقا ولا محمد رمضان؟ تاني الاثنين برضه. مين ممثل اشطر؟ محمد رمضان. محمد رمضان قدراته التمثيليه اعلى. بتساليني؟ انا بسالك. مع ان السقا صاحبي يعني اكتر. بس انت بتتكلمي من وجهه نظرك، خلي بالك ما ممكن وجهه نظرك دي تبقى طبعا ملهاش دعوه بالصحوبيه. انا بقول الحقيقه. هل يتشبه فعلا محمد رمضان باحمد زكي؟ هو شبهه شكلا. شكلا. موضوعا شاطر جدا. هو بيشبهوه عشان هو شكله، هو شكل احمد زكي اكتر من هيثم يا حبيبي الله يرحمه. احمد زكي كان مشهور ان هو بيتقمص الدور ويتقمص الشخصيه بشكل مرعب. وبيعيش فيها هل شايفه محمد رمضان وصل للمرحله دي؟ يعني مش 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 يعني مش بالعبق. انا ما بشوفش كل شغل رمضان، بس اولا رمضان كممثل بيعجبني جدا. يعني مش بكم عبقريه احمد زكي، بس هو عنده عبقريه برضه في حته ثانيه. عبقريته هو الخاصه بيه واللي نجح فيها بالمناسبه. بصراحه تمام.